السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. تخرج الدفعة الخامسة من منتسبي الأمن العام والشرطة قوات المهام الخاصة بساحل حضرموت. رئيس جامعة حضرموت يزور كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون. ورشة عمل بسيئون لاستعراض دراسة واقع ومستقبل الزراعة في حضرموت. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. شهد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فارس سالمين البحسني بميدان الفيصلي بالمكلا، ومعه مدير عام الأمن والشرطة بالساحل العميد منير التميمي، ورئيس الفريق الأمني بدولة الإمارات العربية المتحدة العميد أحمد سيف المهيري، تخرج الدفعة الخامسة من قوات المهام الخاصة من منتسبي الأمن العام والشرطة. وفي الحفل أوضح محافظ حضرموت أن برنامج دعم منظومة الأمن والشرطة استهدف تدريب 1400 جندي وصفو ضباط وتوفير 277 آلة وإعادة تأهيل وبناء 21 مركز للشرطة وتأهيل 11 إدارة أمنية ووسائل اتصال ودفاع مدني. وحث المحافظ البحسني الخريجين على الوقوف إلى جانب زملائهم في قوات الأمن لاستتاب أمن حضرموت، مشيرا إلى إسناد المهام الصعبة عليهم لحفظ الأمن، شاكرا قيادة التحالف العربي لجهودها في دعم إنجاح خطة تأهيل الأمن. بدوره أكد مدير عام الأمن والشرطة العميد منير التميمي أن حضرموت تفخر بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من رجال المهام الخاصة الذين تجاوزوا فترة التدريب الأمثل والمنهجي بنجاح ليرفدوا الوحدات الأمنية بكفاءة ومهنية عالية ويسهموا في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف. وشهد الحفل تقديم عرضا عسكريا لأفراد الدفعة الخامسة مصحوبا بالموسيقى العسكرية، قدم خلالها الجنود بثقة بالنفس والإقدام لوحة مهيبة بشموخ وعزة مجسدين صور الثبات والعزيمة واليقظة. كما شهد الحفل تقديم تشكيلات لقوات مكافحة الشغب، وجرى في ختام الحفل الذي حضره عدد من القيادات الأمنية والعسكرية تكريم أوائل ومتميزي الدفعة. استقبل محافظ حضرموت بمكتبه بالمكلا وفد شركة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمملكة العربية السعودية برئاسة استشاري الأمراض الوراثية الدكتور محمد الحامد. وخلال الاستقبال شكر محافظ حضرموت دعم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لبلادنا في شتى المجالات، وأعضاء الوفد لجهودهم في تلبس احتياجات مراكز المختبرات والأورام في وادي وساحل حضرموت، مؤكدا حاجة هذه المراكز للدعم بالمعدات والأجهزة الحديثة نتيجة للإقبال الكبير للمرضى من مختلف المحافظات. بدوره أوضح رئيس الوفد الدكتور محمد الحامد أن الزيارة تأتي بهدف التعرف على الوضع الحالي لمراكز الأورام والمختبرات المركزية واحتياجاتها وبحث إمكانية تحسين جوانب النقص بتوفير المعدات الحديثة لتعزيز عمل المختبرات ومراكز الأورام، مؤكدا استجابة شركة مستشفى الملك فيصل لتقديم الدعم في هذا الجانب. كما تعهد الدكتور الحامد على إرسال العينات الخاصة بالأورام للمملكة العربية السعودية للقيام بفحصها وتشخيصها لضمان سرعة معالجة المريض قبل استفحال المرض. نعى محافظ حضرموت الشخصية الفنية والرياضية والاجتماعية الأستاذ يحيى عمر بن عبد الله بن علي الحاج الذي وافاه الأجل اليوم بعد عمر حافل بالعطاء في كل مجالات الفن والإبداع. وقال المحافظ إن حضرموت والوطن خسر برحيل الممثل المسرحي والتلفزيوني والرياضي الكبير الأستاذ يحيى عمر، كادرا قديرا وفارسا من فرسان التربية والمسرح والرياضة
الذي قدم الكثير لحضرموت وبرز في أكثر من محفل بنجاح وكفاءة عالية، وارتبط بعلاقات متميزة في مجتمعه. ورفع المحافظ خالص التعازي لأبنائه وأفراد أسرته وزملاء مسيرته ورفقاء دربه كافة، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. قام رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش بزيارة إلى كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون في إطار التعاون والشراكة بين الجامعتين. واطلع خلال زيارته على أوضاع الكلية برفقة رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد الكثيري، واستعرض عميد الكلية دكتور حسين باكثير أوضاع الكلية والخدمات المقدمة للطلاب الوافدين. وأوضح رئيس جامعة حضرموت أهمية تأسيس هذا الصرح العلمي لتخريج كوادر طبية مؤهلة تسهم في النهوض بالقطاع الصحي، وكذا تخفيف العبء والازدحام على كلية الطب بجامعة حضرموت، إضافة إلى الإسهام في مواصلة التعليم الجامعي للفتاة، داعيا كافة الطلاب والطالبات إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد في سبيل تحقيق مراتب علمية متقدمة. التقى المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالساحل المهندس فهمي بن شبراق بالمهندسين الزراعيين المختصين بالتشجير والمكلفين من مكتب وزارة الزراعة والري بحضرموت، وناقش اللقاء تأهيل المسطحات الخضراء ومواقع التشجير في الشوارع الرئيسية والجولات ومثلثات التشجير بالمكلا. جاء ذلك بتوجيهات من محافظ حضرموت حرصا منه بإعادة تأهيل قطاع التشجير ورفع متطلبات إصلاحه وتحسينه وفق خطة وآلية تظهر مدينة المكلا بمظهر يليق بجمالها. وخلال اللقاء أعطى المهندس بن شبراق شرحا مفصل لإعادة التأهيل بوضع خطة من قبل الصندوق للعمل بها وفقا لأولوية الاحتياجات التي يتطلبها العمل. من جانبهم أكد المختصين بالتشجير على النزول الميداني لحصر وتقييم مواقع التشجير في الجولات ومثلثات التشجير والشوارع الرئيسية. دشن المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ خالد القحوم بمعية مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا بحضرموت حفل إشهار نادي إقرأ بجامعة العلوم والتكنولوجيا. وفي الحفل أكد مدير عام مكتب الثقافة على أهمية القراءة لما لها من أثر رجعي في تنمية قدرات الفرد ورفع مداركه الفكرية والثقافية والعلمية وأثرها الإيجابي في رقي المجتمعات وتحسين مستوى الوعي المعرفي، حثنا الطلاب على المزيد من القراءة والاطلاع ونشر الوعي بأهمية القراءة في أوساط المجتمع. وتخلل الحفل تقديم عددا من الفقرات الثقافية المتصلة بجوانب القراءة وتقديم مسرحية ووصلة فنية لطلاب مؤسسة حضرموت للتوحد نالت استحسان الحضور. نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي SIMSE بالتنسيق والشراكة مع الغرفة التجارية حلقة نقاشية حول مسودة دراسة الوضع الراهن والمستقبل للقطاع الاقتصادي بمحافظة حضرموت. وتناولت الحلقة النقاشية التي أدارها الباحث إبراهيم بن قفلة وشارك فيها أعضاء الفريق المصغر لمناصرة القطاع الخاص بالمحافظة دراسة الوضع الراهن لاقتصاد حضرموت من خلال استعراض مؤشرات الإنفاق والدخل والتنمية الصحية والتعليمية والبنية التحتية، كما تم استعراض الواقع الراهن للقطاعات الاقتصادية الرئيسية المتمثلة في القطاع الصناعي والزراعي والسمكي وقطاع النفط والمعادن والسياحة ومناقشة تحليل البيئة الاقتصادية لتلك القطاعات. واختتمت الحلقة النقاشية باستعراض أبرز الفرص والتحديات التي تواجه المحافظة اقتصاديا من خلال التحليل الاقتصادي للقطاعات وتحديد أبرز الأولويات للتدخلات الاقتصادية من قبل السلطة المحلية والقطاع الخاص بمحافظة حضرموت.
ألقى مدير إدارة مكافحة المخدرات بالساحل عبد الله اللحمدي محاضرة توعوية بعنوان تأثير المخدرات والقات على أفراد المجتمع لطلاب كلية الآداب بجامعة حضرموت. وتأتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات برنامج المحاضرات التوعوية والتثقيفية لطلاب جامعة حضرموت وبمشاركة رئيس قسم الفلسفة وعلم الاجتماع بكلية الآداب الدكتور جاسم بوسبعة وعميدة كلية البنات الدكتورة فتحية بحشوان. استعرضوا خلالها العقوبات والجوانب القانونية والاجتماعية والإرشادية من أجل تعريف الطلاب والطالبات بمخاطر القات والمخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تثقيفهم بأهمية الوعي المجتمعي وكيفية التعامل لحل مشكلاتهم المجتمعية والأسرية، داعين الطلاب والطالبات إلى الاستفادة من هذه المحاضرة التوعوية والتثقيفية في حياتهم اليومية، كونها تساعدهم في تنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم وتسهم في معالجة الكثير من القضايا التي تواجههم في المجتمع. أوصت دراسة تحليلية عن الوضع الراهن والمستقبلي للقطاع الزراعي بمحافظة حضرموت بتشكيل مجلس زراعي بالمحافظة برئاسة محافظ المحافظة وعضوية استشاريين زراعيين وممثلين عن المؤسسات الزراعية المختلفة، وذلك للقيام بوضع الخطط المستقبلية للتنمية الزراعية وتقوية العلاقات والربط والتنسيق بين المؤسسات الزراعية المختلفة بالمحافظة وغيرها من التوصيات الهادفة بالارتقاء بالعمل الزراعي وتحقيق تنمية اقتصادية. وجرى في ورشة عمل عقدت اليوم بقاعة البحوث الزراعية بمدينة سيئون استعراض ما تضمنته الدراسة التي نفذتها جمعية حضرموت العلمية الزراعية، وهدفت الدراسة إلى البحث عن أهم الملامح العامة للقطاع الزراعي بحضرموت وكذا الوضع الراهن للتنمية الاقتصادية والزراعية ومؤشراتها الاقتصادية في اليمن، إضافة إلى دراسة محددات العمل المؤسسي بالقطاع الزراعي ومعوقات تطور الإنتاج النباتي والحيواني بحضرموت، واستعراض أهم الاصطلاحات التي يمكن القيام بها لإصلاح القطاع الزراعي في المحافظة. وجرى في ختام الورشة توقيع على مذكرات تفاهم بين جامعة سيئون ومكتب وزارة الزراعة والري بالوادي والصحراء ومحطة البحوث الزراعية لإعداد دراسات مشتركة بشأن النهوض بالواقع الزراعي في الوادي. افتتح وكيل حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي معرض إبداع المرأة السابعة التسويقي الذي نظمه قسم سيدات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت ومؤسسة شباب المستقبل للتنمية بسيئون. وشارك في المعرض الذي يستمر على مدى 3 أيام بمنتجع الماهر السياحي 70 امرأة تحت شعار المرأة اليمنية عطاء وإبداع، متضمنا جناح تسويقي للمنتجات المحلية والإبداعية والحرفية والمهنية لعدد من مديريات الوادي ومن الأسر النازحة من مناطق الحروب والاغتراب في أعمال الخياطة والتطريز والتدبير المنزلي والأعمال اليدوية والحرفية والصناعات الخفيفة والمكسرات لترويجها على المستوى المحلي والوطني والعربي. وفي حفل الافتتاح أكد الوكيل هشام السعيدي على أهمية تشجيع المرأة ودخولها سوق العمل متمنيا إبراز منتجاتها عبر المعارض للإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني. وتخلل الحفل وصلات إنشادية وقصيدة شعرية لزهرات مدارس الفتح بالحوطة نالت جميعها استحسان الحضور. وجرى في ختام الحفل تكريم أسرة الفقيد محفوظ مدهش والرعاة وعدد من المساهمين في تنظيم وإنجاح المعرض. وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية على أهالي عدد من المناطق النائية بمديرية تريم بوادي حضرموت في إطار تحسين ظروفهم المعيشية. وتأتي هذه الإغاثات استمرارا للجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة تزامنا مع عام التسامح للتخفيف من معاناة الشعب اليمني ودعم الاحتياجات الإنسانية
والتنموية في كافة المجالات، حيث وزعت فرق الهيئة 350 سلة غذائية مستهدفة 1750 فردا من الأسر المحتاجة والفقيرة بمناطق القرية والقوز وقاهر وبعطير بمديرية تريم. وثمن المستفيدون العون الإماراتي الذي يخفف من معاناتهم بعد أن فقدوا الكثير من مقومات الحياة نتيجة لتهالك الوضع الاقتصادي، وأثنوا على جهود دولة الإمارات ووقوفها الدائم إلى جانبهم وما تقوم به من أعمال خيرية وإنسانية. السيدة والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تخرج الدفعة الخامسة من منتسبي الأمن العام والشرطة قوات المهام الخاصة بساحل حضرموت. رئيس جامعة حضرموت يزور كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون. ورشة عمل في سيئون لاستعراض دراسة واقع ومستقبل الزراعة في حضرموت. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته. إلى اللقاء.